السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي بناتي إخواني أخواتي متتبعي قناة السنة الثانية متوسط كتاب الفرنسية، كما وعدتكم سنكمل درس أو تمارين صفحة 55 كتاب الفرنسية السنة الثانية متوسط. ألوغ، كنت حبست في الدرس نتاع مع هذه سي 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 وشرحت كل وحدة ونعاودها. هي كي alors c c'est un ce sont des adjectifs possessifs يعني ضمير الملكية، نقدر نعوضها ب CES ولا مي ولا تي. عندنا سي هذه اللي هي هي وشي هذه هي عبارة عن اسم إشارة. نقول كما قلت لكم ce stylo cette bouteille cet homme هذا الرجل cet homme ها ندير بهذه cet homme. الوغ سي هذه هي نقدر هي ملخص نتاع سيت اون كونتراكسيون نتاع سولا. نقدروا نبدلوها بسولوي ولا سولوي لا ولا سولوي ولا سيلا. اوكي مينتونون نقدر نقول شوفوا مليح نقول سي مون كايي. في بلاصه ما نقول سي مون كايي نقول سولا اي مون كايي. Alors maintenant, on entaquel il a ce, هذا. هذا ce, هذا ابنائي اسم إشارة. Ok. نقوله déterminant démonstratif. اسم إشارة ولا ضمير إشارة. كيفاش يكون هذا الاسم هذا؟ كي نحبو نديرو هذا الاسم هذا وش يجي وراه دائما يجي un nom. نقوله ce, stylo. Ce, crayon. يعني ce plus nom. يعطينا groupe nominal. Alors ce هذا اللي هو SE c'est un pronom personnel. وكتاش مع واش يكون؟ يكون مع les verbes pronominaux. مثلا le verbe se laver. شوفوا le verbe se laver, le verbe se débarrasser. كيفاش يكون هذا؟ يكون ce plus verbe. Ce plus verbe يعطينا pronom verbe pronominal كيما se laver. Se débarrasser. إذن ينطقوا كيف كيف ولكن ما عندهمش نفس المعنى. هذا c'est un déterminant démonstratif اسم إشارة. انتبهوا مليح. هاو كيما هذا سي سو سات أو نفسه هذا يكون مع المفرد المذكر. بلوس دائما يجي وراه ان نو دائما يجي معاه وراه اسم. وهذا سو هذا c'est un pronom personnel يعني ضمير ضمير وش يجي وراه؟ يجي وراه ان فيرب. اوكي مثلا نقول لو فيرب هذا يعطونا ان فيرب هنا كونجوغي لو فيرب سو لافي. نقول كي نقول انا واش نقول؟ نقول جو مو لاف. جو هذا ضمير مو لاف. تو تو لاف. Il ou elle se lave. Je te fais ابنائي. Alors, هذا se هذا. مع il se lave. Se lave. Ayaki. Je me lave. Tu te laves. Il se lave. Alors, le verbe se laver, c'est un verbe pronominal. صرفناه هكذا. Je me lave. Tu te laves. Il se lave. Alors, se هذا, c'est un, pronom personnel. تابعو يبغى يشوف مليح تابعو مليح. الان جو باس جو لي ا اوت فوا اقرا بصوت مرتفع. alors c'est ainsi que ses parents ses tortues c'est le jardinier c'est ainsi que ses parents الاولياء نتاعو بابا همو ses tortues هذا السلاحف سي لو جارديني انه ال البستاني سي تانسي كو كان هكذا وهكذا. الوغ عندنا سينغولي في المفرد يكون سو في المش في الجمع يكون سي كيما شرحت لكم قبيل. هذا سون في سينغولي سون 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 ستيلو سون ستيلو كيعود بزاف
لي ستيلو واش نقول سي ستيلو سي ستيلو اوكي باغ اكزومبل هذه الزجاجه نتاعو نقولو سابوتاي سابوتاي يعودو عندو بزاف لي كريون نقولو تاعو هو سي كريون تاع الملكيه سي كريون الوغ هادو هادو تاع الملكيه مون كايي طون كايي سون كايي سي كايي سي كريون اوكي maintenant je complète avec c ou la c ou la c je complète avec c ou la c adjectif démonstratif ou la c adjectif possessif alors c adjectif possessif c adjectif démonstratif alors هنا واش نقول c'est ainsi نحط هذه دونك نجبدها لكم انا حليتها لهنا معليش تكون عاودها هنا نقول هذه في الاولى تاع اكزارسيس نيميرو 2 نقول نكتبها لكم هنا سي اكزارسيس نيميرو 2 باج 55 اوكي سي تانسي كو لا فاش ا بيردو ها وهكذا لا فاش هي البقره ودرت ضيعت سي دون يعني ودرت سنيها الو نقولو مي دون تي دون سي دون الو هذه اللي هنايا نحط سي نتاع الملكيه سي ان ادجكتيف بوسيسيف الو ثانيه دوبوي لور لا رين منذ ذلك الحين لا رين الملكه في اتونسيون تاخذ حذرها على ولادها alors depuis lors la reine fait attention à ses enfants alors ses enfants ابنائها تاع الملكيه نتاعها نقول هذا سي هذا اوكي la fée retrouva ses amis la fée ولقات اصدقائها alors mes amis tes amis ses amis adjectif démonstratif كيف كيف سي لقات سي زامي tu as déjà lu cette histoire alors هنا c'est un adjectif démonstratif راح نديرو adjectif démonstratif tu as déjà lu cette histoire اوكي الاولى سي نفس الجمله تلقاو هذا الفراغ تحطو فيه سي هذه نهبطو لتحت depuis lors la reine fait attention à ses enfants هذه ومن بعد la fée retrouva ses amis où tu as déjà lu cette histoire OK maintenant je passe à l'exercice numéro 3 هذا je vais lire le lire برك نقرا c'est pas un exercice alors je lis enfin la fée se débarrassa de la vieille sorcière. واخيرا الجنيه تخلصت من الساحره العجوز. هنا سو وشي هو هذا قلنا ضمير هذا ضمير وش جوره جوره فعل اوكي مادام جوره فعل راهو ضمير nous allons jouer ce conte راح نلعبو هذا القصة يعني حنديروها شغل مسرحية ونلعبوها الوغ سو هذا وش جوره جوره اسم الوغ مادام جوره اسم هذا سيتان اديكتيف ديمونستراتيف يعني اسم إشارة سيتان ديتيرمينون باردون ضمير إشارة ولا اسم إشارة إذا اسم الإشارة وش يجي وراه يجي وراه اسم و الاخر لو برونون بيرسونيل يجي وراه فعل انا باش نقولو عفوا نقولو سو بلس نون ايغال غروب نومينال مجموعه اسميه سو بلس فيرب ايغال فيرب برونومينال يعني هذا سو ديباغاسي كي جا قبلو سو عطانا ان فيرب برونومينال
إيت كونجي كيما قلتكم جو مو تو تو إل سو داكوغ. وكي نجيبو سو هذا افيك سي او ونجيبو وراه يجي دايما وراه اسم ونقولو عليه غروب نومينال. مانتونو جو باس ا سيت اكزارسيس جو كومبليت لي فراز افيك سو ولا سو. نكمل هذه الجمل مع سو اللي هو اس او ولا سو سي او. Alors, ainsi, les deux animaux, هكذا الحيوانات الاثنين, se rencontrèrent, هنايا نديرو سو هذي. علاش درنا سو هذا؟ خاطرك جا هنايا فعل. هنا فعل, سي ان فيرب. Alors, هذا سي ان فيرب برونومينال. Dans la forêt, et se mirent. هذا سي ان فيرب مات, سي لو فيرب ماتر. يعني بداو يهدرو. Alors, ثاني كيف كيف نديرو هذا دو اس. اس او. Se mirent à parler, بداو يتكلمو. جام هنايا عندنا جام احب سو كونت هذا اسم الوغ واش نديرو راه قبلو يجي هذا خاطرش قلنا كي يكون الاسم هنا راح نديرو هذا الاسم حيت عطينا جروب نومينال سو لي سي ليستوار دو سو روا واش من سو ندير هذه ولا هذه ندير هذه علاه ندير هذه خاطرش غوا اسم ها قلنا سو هذه تجيب الاسم Alors, ceux qui ne pouvaient pas se séparer. هذا فعل. Séparer فعل. Madame فعل. وش من ce نجيبوها نجيبو هذي. خطاكش هذا c'est un verbe pronominal. Ok. ما يقدرش يفترق على الحصان تاعو. Ne pouvait pas se séparer de son cheval. ما يقدرش يتفرق على le roi, الملك لا يستطيع أن يفارق الحصان تاعو. Maintenant, enfin. J'écris dans mon cahier, اكتب على كراسي. هذه سي اون اكريتور اون كورسيف، كتابة اتاشي تتكون في الكراس، كتابة جميلة، وحاولوا نتوما ثاني تنقلوها بالطريقة هذه الجميلة وبتجنب الأخطاء، اون ايفيتون لي فوت دورتوغراف. ألوغ، أونفان، لا غان روتروفا سي دو في، وأخيرا الملكة صابت أو وجدت بناتها الاثنتان. Alors, c'est depuis lors, منذ ذلك الحين, que ces petites princesses, هذه الأميرات الصغيرات, se confièrent à leur mère. داو يحكيو لهم كل شيء, يطلعوها ويخبروها على كل شيء صرا لهم. Okay. Elle devient leur confidente, يعني هي اللي موطن السر نتاعهم. إذن أبنائي بناتي هنا وصلنا إلى نهاية الصفحة 55 نلتقي إن شاء الله في الصفحة 56 في الفيديو القادمة بإذن الله دمتم بخير إن شاء الله وعافية أتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح وأشكركم على كل التعليقات الطيبة وأقول مرحبا لكل لي زابوني جدد ولأعزائي وأبنائي التلاميذ على كل ملاحظاتهم وعلى كل انشغالاتهم وسأكون إن شاء الله في العون تاعكم وكما طلبتم مني سأقوم بلايف إن شاء الله قبل الفروض بإذن الله راح نديرو دي لايف ولا راح بلاش تعمل ديروش دي لايف راح ندير حل لي دي سوجي دو دوفوار نتاع دوزيام تريمستر تاع الثلاثي الثاني راح نبداو مش الاسبوع هذا ان شاء الله الاسبوع الثاني باذن الله نبداو نحضروا رواحنا للفروض راح نبداو كل ما يخص بالفروض الفرنسيه وراح كل مره نحاول اني نشرح لكم باش ما ديروش الاخطاء اللي درتوها المره السابقه وباش نسهل لكم الاجابه طريقه الاجابه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.